تحول إلى أقل، بل حدث إلى مدينة بواكي الإيفوارية مع موفد قناة الجزائر الدولية ياسين قالم. ياسين، مساء النور. أكيد اليوم كان متعبا شاقا، مباراة مرهقة للأعصاب. كيف عشت هذه المباراة وأنت القريب من المنتخب الوطني هناك؟ نعم، مساء الخير خالد، مساء الخير لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. أيضا اليوم كان متعبا ومتعبا جدا للاعبي المنتخب الجزائري، للمدرب، للبعثة الإعلامية ولكل الجماهير الجزائرية. الحمد لله هدف بغداد بونجاح والذي عاد النتيجة كان بمثابة الجرعة التي أعادت إلينا الحياة، إن صح التعبير، الحياة في البقاء هنا في مدينة بواكي وفي كأس أمم إفريقيا. يعني وأنا أستمع إلى تحليلاتكم، المنتخب الجزائري يعني بدأ عاجزا، قدم كل ما لديه، لكن كما يقال هذا هو الموجود. خالد ياسين، الظروف المناخية كيف كانت في توقيت المباراة؟ شاهدنا بعض اللاعبين لم يقدروا على مواكبة ريتم ونسق المباراة، ربما الحرارة أكيد كانت عامل معيق، ولو أن الأمر بالنسبة للمنتخبين يعني وليس بالنسبة للجزائر فقط. نعم، للأمانة كانت الحرارة مرتفعة جدا، حوالي 34 درجة في التوقيت الذي انطلقت فيه المباراة، لكن كانت هناك فترات للتوقف تقريبا كل 20 أو 25 دقيقة كان الحكم يطلب من اللاعبين التوقف وشرب المياه والاستراحة. المشكل اليوم هو ربما مشكل ثقة، مشكل بعض اللاعبين كما تابعتم، يعني خاصة فيما يخص التشكيلة التي يصر الناخب الوطني على إقحامها في كل مرة، وخاصة القائد رياض محرز اليوم والذي تحدث عنه بالماضي كثيرا، قال أنه يبقى محرز حتى ولو يعني لم يقدم ما يجب أن يقدمه، لكن رغم هذا يبقى بالماضي يصر على إقحام قائده أو قائد المنتخب الوطني. ياسين، على أمل أن ينتفض ربما مثل ما انتفض بغداد بونجاح في هذه المنافسة. إذن ياسين قالم، نتمنى أن تبقى في بواكي على الأقل في الأدوار الإقصائية وأن يتأهل المنتخب الوطني بحول الله في ريادة المجموعة الرابعة. إذن ياسين، نتمنى لك ليلة سعيدة، شكرا جزيلا لك. شكرا.